عامله ايه يا فندم؟ وحشتوني. واضح ده انت اخر مره جيت بصيت فيها على بنتك عدى عليها شهور وسايبها ولا كانك تعرفها. مين قال كده؟ انا مش متاخر على لوجي في حاجه. ما تقنعيش انت نفسك بس بالحكايه دي. وبعدين هو كل ما اجي هنا تسمعيني كلام يسم البدن؟ وانت فارق معاك قوي سم بدنك ومش فارق معاك بنتك؟ ازاي بس؟ انت عارفه ان انا روحي فيها. كل ما باجي هنا بتتخانقي معايا قدامها. ما ينفعش كده. انا خايف على نفسيه البنت. بس انا غلطان. حقك وحقها عليا يا ستي. بس يا ماما بابي جاب لي ايه؟ انا بحبك قوي يا بابا. وانا بحبك قوي 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 يا لحظه. انت جميل اجمل من العروسه دي كمان. انت اللي جميله قوي 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 يا لولو. حبيبتي خدي العروسه وخشي العبي بيها جوه. بس انا عايزه اقعد مع بابي شويه. لوجي اسمعي كلام مامي. انا ومامي هنقول كلمتين كده ولما هنخلص هنندهلك على طول. حاضر يا احلى بوبي في باي باي. شفت البنت مبسوطه ازاي؟ الاطفال ملايكه بينسوا القسوه والبعد وبينضحك عليهم بلعبه. بس يا ريت بقى فلوس الحاجات اللي انت بتجيبها لبنتي دي ما يبقاش فيها حاجه كده ولا كده. وانت اصلا فلوسك كلها مشكوك فيها. يوه وبعدين معاك يا فريده حرام عليكي بقى. انا خلاص قربت احفظ الاسطوانه دي. تحب اسمع لك الكلام اللي انت هتقوليه لي دلوقتي واللي انت كمان ناويه تقوليه لوجي لما تكبر علشان تكرهيها فيا؟ اسمع؟ احمد ربنا انها لسه مش واخده بالها. وحتى لو انا ما قلتلهاش هي مصيرها لما تكبر هتعرف. باباها ازاي تصعد من محرر صغير لرئيس تحرير الجرنان الكبير. والصفقات اللي عملتها من ورا الجرنان وفلوسك اللي مش معروف مصدرها منين. أكيد هتكرهك وهو ده المصير اللي أنا خايفة عليها منه. لأنه أصعب حاجة على الواحدة إنها تحس من جواها إنها بتكره أبوها. هو ده الموضوع اللي أنا جايلك فيه النهاردة يا فريدة. موضوع؟ موضوع إيه؟ أنا قررت أسيب الجورنال. خلاص جبت آخري فيه وهفتح جورنال جديد. وبصراحة هبقى سعيد قوي قوي يا فريدة لو جيتي مسكت الشغل معايا. أو تبقى مطلع على كل حاجة. فريدة احنا جربنا البعد عن بعض ولقيناه مش أحسن حل. أنا جايلك النهاردة وبقترح عليك إن احنا نرجع نعيش مع بعض تاني ولوجي تتربى وسطينا. وأي عيوب أي عيوب شايفاها فيا أنا ناوي أصلحها. ومش هطلب منك يا ستي إنك تصلحي عيوبك لأن لما هكون أنا كويس معاكم أنت هتبقى أحسن معايا. إيه رأيك؟ رجوع رجوع يا استاذ اللي انت بتتكلم عنه ده. احنا مالناش دعوه ببعض. وانا عشان بقول لك خلي بالك من بنتك تقولي نرجع؟ اسمعي يا اسمعني انت. انت بالنسبه لي امتحان وعديت منه ومش ناوي ارجع له تاني. كتاب واتقفل ورقه وقريت اللي فيها ورميتها. انا مش هسمح لبنتي تتربى مع اب سمعته المهنيه تحتها خطوط حمراء وحواليها علامات استفهام كتير. انا رافضه ان بنتي تتربى بفلوس حرام. تمام كده انا مضطر انبهك لحاجه يا هانم. انا عرفت بموضوع الخطوبه السعيده ومش هقبل ان لوجي تتربى في حضن راجل غريب. ولو سعادتك مصممه على اللي في دماغك انا هرفع قضيه وادم لوجي لحضانتي وهاخدها. وبيخلي بقى حضره الضابط ينفعك. انا مش هسمح لك تبعد بنتي عني. انا هفضحك. انا عارفه كل بلاويك وانت عارف انا اعرف اعمل ايه كويس. مامي مامي ماشي. انت اللي اخترتي. انت اللي اخترتي. يا حامد في حاجة؟ في واحد بره عايز يقابل حضرتك وده الكارت بتاعه. أكرم الدسوقي. خليه يتفضل. حاضر يا فندم. اتفضل يا أستاذ أكرم. مساء الخير يا علي باشا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ أكرم. اتفضل. شكرا. تشرب إيه يا فندم؟ ممكن قهوة مظبوط. قهوة مظبوط يا حامد. حاضر يا فندم. ممكن اعرف سبب الزياره الكريمه ايه؟ بصراحه انا جاي لك بخصوص الدكتوره فريده صبري. انا يمكن ما تعرفتش على حضرتك قبل كده بس طبعا اعرفك من كتاباتك ومن كلام آسر وفريده عنك.
ما تصدقش آسر وفريدة قوي، مش كل كلامهم عني هيبقى حقيقي. ليه؟ مع انهم ما بيجيبوش سيرتك غير بكل خير. اكيد لا. ولوجي عامله ايه؟ كويسه؟ كويسه. اصل واضح ان حضرتك بتشوفها اكتر مني. لا مش للدرجه دي. لوجي اغلى حاجه عندي في الدنيا. من ساعه ما بعدت عنها وانفصلت انا وفريده وانا بتعذب، واظن ان من حقي احاول ارجعها لحضني تاني. اه طبعا اكيد. انا جاي خاطف فيك الانسان، بما انك يعني قريب من فريده قوي ولوجي طبعا، نفسي انك تساعدني نرجع لهم تاني، ايه رايك؟ شوف يا استاذ اكرم، انا طبعا مقدر مشاعرك، لكن حته رجوعك لفريده دي لا بتاعتي ولا بتاعتك، ده قرار هي الوحيده اللي مسؤول عنه. ما هو طول ما حضرتك جنبها وهي حاسه ان في حد بيشغلها بخطوبه وجواز وكده، يبقى عمرها ما هتفكر انها ترجع لي تاني. اه كويس قوي ان حضرتك عارف علاقتي بالدكتوره فريده واصله لفين وماشيه ازاي. هي لوجي ما بتصعبش عليك؟ ها؟ ما بتحسش انها محتاجه ان ابوها يبقى جنبها زي اي بنت في سنها؟ ما بتفكرش ان ليها اب قلبه بيتقطع عشانها؟ اسمع يا استاذ اكرم، انا مش طرف في المشكله دي. انا ظهرت في حياه فريده ولوجي والمشكله دي اوريدي موجوده. انت ليه عايزني احل مشاكل تخصك انت شخصيا ما عرفتش تحلها؟ واضح من كلامك ان حضرتك رافض تساعدني. انا مفيش في ايدي حاجه اقدر اساعدك بيها. تمام. واضح اني غلطت لما فكرت اني اجي لحضرتك. بعد اذنك.